السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم جبت لكم طريقة تتكلم ويا صاحبك بداخل الجيم، يعني من داخل اللعبة وانت تلعب. هاي الميزة جديدة نزلتها اللعبة بالإصدار الجديد. أول شي لازم يكون رابط اللعبة بالفيسبوك، وثانيا إصدار اللعبة أحدث إصدار 3.10. تابع وياي. اوكي شباب، جانا طلب تحدي من الخال. طبعا اللي ما يعرف الخال هو احد اساطير وابطال لعبة بلياردو اونلاين بالعراق. لفوله مثل ما تشوفون 274. اللي ما يعرف شلون يكتب رسالة مثل ما تشوفون هاي علامة الكيبورد على اليسرى، نضغط عليها ونكتب اي شي، مثل نكتب هلا بالخال. هلا بالخال طلع الرسالة جوا اسمي. نكتب له مثلا، نكتب له مثلا شي تحب تقول بالملح حبيبي الخال. العراقي امجد دز في طلب تحدي، فنكتب له شي تحب تقول المشتركيني بالقناة. وقف، علق الموبايل. شو تحب تقول المشتركين بالقناة؟ هنشوف شو يقول. يقول لكم حياكم الله قناتي ونورتونا. شباب اريد هذا المقطع يوصل 1000 لايك لعيون الخال. اول مرة اطلب منكم لايكات، اريدكم توصلوا 1000 لايك لعيون الخال. اوكي شباب، اخليكم ويا الجيم. مشاهدة ممتعة.